بلش طبعا التسجيل على الجامعات وبلش اختيار الشباب والتفكير بالاختيار للخط الأكاديمي والمهني، هالمسار اللي بيغير حياة الإنسان 180 درجة. فبالتالي بيفكر شو ممكن اختار، كيف ممكن أرسم طريقي، بتدخل كتير احتمالات ضمن هالاختيار من الأهل ومنا أيضا شو ممكن استفيد من هالشهادة فيما بعد. طبعا سلمى، وضمن معدلات واختصاصات كتير متنوعة اليوم ومحددة ومجالات متنوعة، ممكن انه هون الطالب يحتار كتير وما يعرف شو يختار او شو المناسب لإله او شو المناسب حتى اكتر يلي بيساعده بتطوير مهنته اكتر ودخوله بسوق العمل. لهيك اليوم صار في معرض للطلاب وهو اسمه يونيلينك، وهذا المعرض بيتضمن من تخصصات الجامعية ومجالاتها بسوق العمل. وأكيد لحتى نتعرف أكثر على هذا المعرض وعن تفاصيله وشو الضمان من اختصاصات جامعية بتساعد كل الطلاب يلي بيروحوا عليه لحتى أنهم ما يحتاروا بأمرهم، معنا اليوم الأستاذ سليم الكسمة وهو مدرب بالتنمية البشرية. صباح الخير أستاذ سليم. صباح النور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك أستاذ سليم. يسعد صباحكم. يعني مثل العادة بناخذ هيك إرشادات منك لكل الطلاب يلي بدهم يدخلوا على الحياة المهنية الجديدة أو الحياة الأكاديمية بالأول. جميل. يونيلينك، خلينا نتعرف أكثر عنه. مشروع يونيلينك اليوم نحن بالسنة الثامنة له. مشروع نحن أول شيء جينا يعني بال 2016 شفنا عم يصير كثير محاضرات. طبعا اول شيء مشكور كل المبادرات اللي عم تصير هاي السنه، في بحدود تقريبا 20 مبادره لطلاب البكالوريات صايره، وكلهم مفيدين وكلهم جيدين وبنصح الطلاب يحضروا الكل. تمام. نحن مبادرتنا الشخصيه، فريقنا عندنا فريق اسمه لينك متالف من كل الجامعات، لقينا في مشكله او ثغره، الطالب عم يفوت على الجامعه. كثير من الطلاب انا بيجوني استشارات بيقولوا لي استاذ نحن فتنا فرع ما بنعرفه، كنا مو حابينه وحبينا، او كنا فكرينه شيء لقينا شيء ثاني. فطلعنا بشغله فريقنا لينك يونيفرسيتي، يعني لينك الجامعه، طلعنا بيونيلينك. اول شيء نحن بنبلش بمشروع محاضرات، في محاضرات عاديه، ورشات صارت. هي الورشات بحدود صار عندنا تقريبا 7 ورشات هذا الموسم. الطالب بيجي لعنا بيعمل استبيان اسمه استبيان هولند، ميول تحديد ميول مهنيه. بعدين نحن من في القاعده الشهيره هي رغبه وفرصه وقدره، كثير مهم الطالب يعرف اختياره حسب رغبته وفرصته وقدرته. طبعا الرغبه اللي هي الجانب العاطفي تبع انا شو بحب وانا شو وجع بالي وانا شو شغفي، هل هي لها قيمه؟ ايه طبعا، دائما بكل يعني بكل موضوع تخصصات جامعيه او اختيار التخصص بتلاقي في كثير من الناس اللي عم يعطوا ارشادات باوفر، اما بيعمل القصه كلها شغف واتبع شغفك واتبع حلمك، او القصه كلها الحق المصاري والحق المكان الاجتماعي والحق الفرصه او الحق قدراتك ومهاراتك. الثلاثه لهم يعني لهم مثل بيقولوا علامه، لهم دور. إيه بس الشغف له انا بعطيه 20 علامه، القدرات بعطيها 40 علامه، وبعطي الفرصه قديش فرصتك خلينا نقول دخله وانتشاره 40 علامه. طبعا بنعلم الطلاب بطريقه علميه يفاضلوا بين التخصصات، وبعدين نحن ان شاء الله حتوعد يوم الجمعه مساء اونلاين لكل الطلاب بكل الدنيا. هذا هي السنه صار هلا حضران عنا بحدود ال 600 طالب لهلا الورشات تبعنا. طبعا مشكورين جمعيه التميز حضرناها، اشتغلنا مع سوريان التعليميه، اشتغلنا مع المبره، مع اكثر من مكان ساوينا هي المحاضره فيهم. بعدين نحن بننقل الطالب على شيء اسمه معرض، ما في محاضرات. تمام. بنجيب نحن طلاب، اليوم صرنا 70 تخصص بين معهد وجامعة خاصة، تخصصات جامعة دمشق كثير كبيرة، تخصصات المعاهد كثير كبيرة، في يعني في معاهد تابعة لوزارة التعليم العالي، في معاهد تابعة لوزارة التربية، في كثير تنوع. بصراحة الخيارات كثير كبيرة، خاصة الطلاب اللي جايبين علامات مثل ما بيقولوا قليلة، بيفكروا انه انا ما طلع لي شيء. تمام. وكثير شائع بين الطلاب انه والله طلع لي معهد تقطيف ملوخية. مهما كانت علامتك في معهد جيد بيناسب قدراتك وبيناسب مهاراتك، بس اطلع على الخيارات. نحن هلا على الفيسبوك صرنا تقريبا شهر عم ننزل تعريف، وبرجع بقول في كثير موجود كذا حدا عم يعمل تعريف عن التخصصات. هذا اقروا، كثير مهم قبل ما تختاروا اي تخصص تعرفوا هذا التخصص شو هو. فنحن ما عاملين بالمعرض بفوت الطالب بيلاقي 70 طاوله، كل طاوله حاطط الطالب الشغلات اللي بيدرس فيها، تبعات العماره حاطين غراضهم تبع العماره، تبع الجغرافيا حاطط كتبه ونوطاته وخرايطه وقصصه، تبع الأتمتة والحواسيب حاطط أغراضه.
كل تخصص حاطط يفوت الطالب على الجو تبعه، نحكي له نحن شو سنوات الدراسة، شو بيدرس، شو العملي، شو فرص العمل، شو إذا سافر، شو المهن، شو عيوب الفرع، شو ميزاته، بطريقة حيادية مشان نشرح له. بيفوت الطالب لعنا بياخذ تقريبا 25 أو 30 فرع بفتلة ساعة زمان. طبعا إن شاء الله نحن السبت حيكون في عنا معرض، والأحد معرض، ثلاثة وأربعة وخميس معرض، والسبت اللي بعده في معرض، يعني حنكون مع أكثر من جهة بأكثر من مكان. تمام، السبت إن شاء الله مع عنبرها بدمشق القديمة بمكتب عنبر، حنكون الأحد حنكون بالتميز بالميدان على كورنيش الميدان، ثلاثة وأربعة وخميس حنكون بساحة الحجاز بفندق الشرق، السبت حنكون بالمزة بجمعية المبرة، ولسه في ثلاث أربع معارض تانيات. يعني هيك الحمد لله صار طبعا كل جهة عم تتعاون معنا، يعني طبعا كل جهة من هدول هن المنظمين، نحن بنكون معهم مسؤولين عن المحتوى، نحن مسؤولين عن الطلاب معنا. هاد أنا بقول للطالب وذلك أضعف الإيمان، إما تقرأ عن التخصص اللي بدك تفوته أو تروح تشوفه بمعرض، الأفضل من هيك تروح تشوف عنه فيلم، تحاول تعيش القصة، لأنه كثير من الطلاب عندهم أوهام أو خليني أقول أفكار مسبقة عن تخصص معين. بيقول مثلا طالبة بتقول أنا الميكانيك ما بيناسبني، شلون بده يناسبني ميكانيك وأنا طالبة؟ مين قال لك إنه يعني الميكانيك بس للشباب؟ لا، ممكن يناسبك. والله أنا هندسة المدنية ما بتناسبني، أنا بدي أنزل على العمارة والشمنتو. مين قال لك إنه بس للشباب؟ ممكن يناسب في شيء معين، في دراسات، في رسوم، في قصص. كثير من الطلاب يطلع لهم معاهد، فبيقول انا طلع لي معهد، هذا المعهد ما له مستقبل. مين قال لك المعهد ما له مستقبل؟ سليم، ممكن تجارب المحيط بهذا الطالب هي كثير ممكن تاثر عليه يا سلبا او ايجابا. يشوف قدام عيونه ممكن هذا التخصص ناسب غيرك بس هو ما شرط يناسبك انت. 100%. اليوم معرض يونيلينك، شو هو التخصص المطلوب يلي بيأهل الطالب اكثر لحتى يدخلوا بسوق العمل اكثر، او المطلوب من قبل الطلاب؟ شكرا، رائع السؤال. الفكره الاساسيه انه كثير بدي اقول للطالب هو عالمك وليس العالم. كثير من الطلاب اليوم عم يفتحوا على اليوتيوب، فبتلاقي باليوتيوب المهن الاكثر العشر انتشارا في العالم. تماما. بالعالم مو بعالمك، العالم مو عالمك، الكوكب مو كوكبك، المحيط مو محيطك. تماما. فبالتالي احيانا بضرب انا مثال كثير بسيط، احيانا مثلا علم النفس، علم النفس في كثير عالم بيقول لك انا علم النفس ايه ما له فرص عمل وما له شغل وما له كذا، وحدة تاني بعيلة تانية والله نحن بعيلتنا عندي خالتي دكتورة علم نفس دخلها ممتاز، عندي عمي علم نفس بيشتغل مع منظمات رقمه فلكي. فبالتالي حد نفس الطفل، طبعا عم ضرب امثله، وكل التخصصات نفس الشيء. اي تخصص انت ما بتعرف فيه فهم، هو مو معناته التخصص سيء وجيد، بس هو تخصص حسب عالمك. كثير مهم انا ادرس محيطي، ادرس عالمي، اعرف انا شو الفرص الموجوده. وهون نحن بصير في صراع بين الاهل وبين الطالب. غالبا الطالب البكالوريا او طالب الثانوي بيكون مطور شخصيه ومرجيه لاهله. تمام، هي غير شخصيته الحقيقيه. فكتير بيلجا الطالب، وخاصه بيعرفوا الاهل، انه لما بدهم شيء معين بيحاكوا رفيقه الفلاني او اخوه الفلاني او استاذ المدرسه او اللي هو اللي بيعرفه هويته الحقيقيه. بهذا الوقت نصيحه، فالأهل بيقولوا له أفضل شيء بيناسبه على هويته اللي مطور لهم إياها، وهو بيختار على هويته الحقيقية. لذلك بهذا الوقت أنصح الطالب اليوم، الله يوفقك، روح لعند أهلك وصارحهم أنا بحب هيك، أنا بدي هيك، أنا بدي ساوي هيك. هلأ مو وقت والله، يعني مثل بيقولوا تمثلوا على بعض. تمام، أول نقطة. ثاني نقطة، الأهل حاولوا تروقوا شوي على أولادكم، ما تجبرون زيادة، لأنه هو عنده شغف ما، هو عنده حلم ما، هو عنده قدرات ما، عنده مواهب ما، هو بيعرف شغلات ما. يعني ممكن مثلا طالب يقول له أنا بفوت لأبو بدي فوت فنون جميلة، أبو شو هي فنون جميلة؟ يقول له أبي بابا أنا بدي فوت جرافيك ديزاين، جارنا من الجرافيك ديزاين بطالع بلاوي مصاري، بابا أنا محمد جارنا اللي بالمطبعة بطالع مليونين ليرة وصل له كذا سنة وهو معلم على الأساس، ما فيها طول بالك منين. هون بيصير في صراع بين معرفة الأب ومحيطه، معرفة الطالب ومحيطه. كثير لازم اشرح لاهلي انا وين وكيف عم بختار وليش عم بختار. هل في تخصص انسب؟ ما في تخصص انسب. كل شيء نصائح بتسمعوها مني ومن غيري ومن كل مبادره ومن كل مدرب ومن كل بكل هذا. هلا بيصير شائع تحديد الاستبيانات الشخصيه، كلهم عباره عن ارشادات ونصائح. ما في ولا حدا اياكم يروح واحد ياخذ استشاره وهذا الشخص اللي قدامه هو يقول له انت بيناسبك فيزياء، انت بيناسبك علم اجتماع، انت بيناسبك كذا. هذا القرار خاطئ 100%. المفروض انا اقول له كيف يفكر، اذا كنت انا استشاري صحيح انا اقول له كيف يفكر، استعرض له الافرع
بشكل حيادي. اليوم ديروا بالكم موضوع التجربة الشخصية اللي طرحتيه حضرتك. اليوم كثير إذا شفت طالب أنا بتجربة سيئة بفرع جامعة فحيكرهني بفرعه. تماما. فخذ الموضوع بحيادية، دير بالك. واحد اثنين، يمكن العكس بالعكس، في طالب طاير عقله بفرعه كانت تجربته جيدة بفرعه فحببني بفرعه. أنا دائما المتطوعين اللي معي كلهم بقول لهم نحن ما بدنا نحبب حدا ولا بدنا نكره حدا بالفرع، نحن بنستعرض الفرع ونحكي عنه بحيادية، ودائما إذا حكيتوا إيجابيتين احكوا براهم سلبيتين. قول إنه الفرع طب الأسنان كتير حلو، بده فن وبده بس بده تعب وبس مكلف دراسته. قول إنه العمارة كتير حلوة وفيها خيال وفيها شيء كتير حلو، بس قول بنفس الوقت بقلب الدراسة مكلفة وفي امتحانات كتير وفي سكيزات كتير وما عاد تشوف أهلك تقريبا يعني. فبدك دائما تطرح الإيجابية مع السلبية. ما في فرع منيح بالمطلق، ما في فرع حتفوته الحياة وردية وحيفرشوا لك الأرض بوكيت، وما في فرع سيء بالمطلق. دولة كاملة عاملة لهذا الفرع وفي ناس عم تدرسه، وأكيد اللي طلعوا منه ما طلعوا كلهم عالي على المجتمع، لا كلهم عم يشتغلوا. فبالتالي لحد يقول لك والله هذا الفرع أنا فرعي ما فيه ولا فرصة عمل، منين جايب الكلام؟ هذا كلام مرفوض. طيب خلينا نحكي عن نقطة مهمة كمان أستاذ سليم. أوقات كتير بنشوف للأسف بعض الطلاب حتى الآن ما عم يقدروا يوصلوا لقرار بينهم وبين أهلهم. نعم. في كتير بينقادوا وراء أهلهم، مثلا إذا الأب محامي بنلاقي اثنين ثلاثة بالعائلة محامي مهندس، العائلة كلها بتصير جينات مهندسين. بتصير جينات وراثة بالعائلة، بس بوقت معين بعد سنين هي الدراسة بيكتشف انه هو دخل مجال اللي ما بيناسبه وما كان بالدنيا، فبيصير بيغير مسار حياته. أحيانا بيغير تماما، يعني كتير اوقات بنلاقي ناس دارسين شيء وعم يشتغلوا شيء ثاني. طيب كمان هدول خلينا نحكي قديه مهم اليوم نتوجه لهي الفئة. بالضبط، كتير مهم تعرفوا شغلة انه الفرع اللي بتدرسوه كثير الناس بتفكر انه مهنته هو فرعه الجامعي. مهنتك ليس فرعك الجامعي، بقلب الفرع في تخصصات. هلا كل حدا، في كثير ناس بتقول لك انا ما بحب الرياضيات فانا طلع لي اقتصاد فانا ما حيناسبني الاقتصاد. مين قال لك انه كل الاقتصاد رياضيات؟ هلا صرنا عم نشوف شغلات مرتبطه بالحياه بالسوشيال ميديا، يعني اختصاصات ما كنا نسمع عنها سابقا. بالضبط. مثلا كاتب محتوى. نعم. انا بشتغل كاتب محتوى. تماماً. تسويق الكتروني، شغلات كانت سابقا ما انا متروقه بالمجتمع يعني 100%. هلا الفكره الاساسيه هي القصص اللي موجوده. بحب اخبر اي حدا انه 90% من عملك، طبعا اول شيء النسبه العالميه 3% بالعالم اللي بيشتغلوا بشهادتهم، يعني اللي تتطابق عملهم مع تخصصهم الدراسي، هذا 3% بالعالم، لانه هي المنظومه مو بس عندنا، منظومه عالميه عشان الكل يرتاح. واحد اثنين، انا بدي اقول شغله كثير مهمه تعرفوها، تخصصك الجامعي ليس مهنه المستقبل. يعني انا اذا فتت فرع ما بشتغل فيه مو بالضروره ومو شرط. طب شو بستفاد من الجامعة؟ بستفاد من الجامعة عدة شغلات، أول شيء العلاقات، اثنين شيء الخبرات، ثلاثة معلومات، أربعة وهو الأهم، في كثير من الناس بيعملوا تصالب مجالات. شو يعني تصالب مجالات؟ أنا كاتب محتوى، بحب كتابة المحتوى، بحب السوشيال ميديا، ودارس طب بشري، عم تطلع تعمل، عم تصير عندها قناة يوتيوبر والمحتوى تبعها طب بشري، تمام؟ القناة المحتوى يعني أنا كاتب محتوى، هذا ما بده محتوى؟ فشو المحتوى؟ المحتوى هو دراستك. كثير من الشباب، في مهندس مدني ما بيحب الهندسه المدنيه، عمل يوتيوبر وعمل يوتيوبر وحب حبب السوشيال ميديا، شوي شوي تحول محتواه لهندسه مدنيه، وهذا الامر كثير شائع، هذا الامر كثير شائع. بالتالي دراستك كثير بتفيدك. انا والله اخي انا شغفي بكذا وحالحق شغفي، طول بالك، حاول يكون شغفك يتطابق مع فرعك، علاماتك ما ساعدت، ترتيبك ما ساعد، نلجأ لشغله كثير حلوه اسمها تصالب مجالات. شو تصالب مجالات؟ انا بعشق الرياضه، انا بعشق الفوتبول، وطلع لي طب. عمل فرع جديد اسمه طب رياضي. استاذ انا روح قلبي علم النفس منيح وما دخلت علم نفس، بس انا رحت جغرافيا. هي انت كجغرافيا بتروح بتلاقي انس جغرافيا بس عم تشتغل على نفسيه الطلاب، هذا كثير شائع بنشوفه كثير. فانا لما بعمل تصالب مجالات، اي حدا عنده حلم ما فاته، لا ما دراستك او فرعك ما معناته تخليت عن حلمك، لا اتركه على جنب، حطه على جنب وفوت فيه. هلا في كثير من الطلاب بيساووا شغله حلوه، بيفوتوا الفرع الاقرب لحلمهم. انا حلمي معلوماتي من انا وصغير بلعب العاب الكترونيه وانا حابب فوت، ما طلع لي جامعه، فتت معهد تقنيه معلومات، فتت معهد مكتبه وحوس، يعني فتت معاهد قريبه من هذا الشغف اللي انا بدي اياه. انا بحلم دائما
يكون عندي البزنس الخاص فيني، ما طلع لي اقتصاد، ما طلع لي إدارة أعمال، إيه طلع لي معهد علوم مالية ومصرفية، طلع لي معهد تجاري. فأنا ولو هدول المعاهد هي الشغلة اللي كتير مهمة للطلاب. اليوم إذا أنت أبدعت بالمعهد وكنت جيد فيه، في حلين طبعاً، فيك تكون أكاديمي وتطلع أكاديمياً تكمل جامعة، والنقطة الثانية المعاهد العملي فيهن أكثر بكثير من الجامعة، فهو مجهز لسوق العمل، فبسوق العمل أصلاً يفضل المعهد عن الجامعة يا جماعة، هي معلومة كثير يعني ما لها شائعة. لأن اليوم في خيار التعليم الافتراضي، في خيار التعليم المفتوح. أنا لو يعني اطلعوا على كل التجارب، اليوم كثير من الطلاب ممكن يصطدموا مع أهاليهم، بعد سنة بيوقف تسجيل وبيفوت تعليم افتراضي. معناته تعليم افتراضي، مين قال له تعليم افتراضي؟ في كثير مهندسين رائعين ورهيبين وخالصين تعليم افتراضي، شغلهم افتراضي، في كثير اوقات درسوا العالم افتراضي. بالتالي الكثير مهم انا اطلع على كل الخيارات، اعرف كل التجارب، اسمع كثير، تمام؟ واخر شيء سبحان الله، يعني الواحد ما في تخصص مثالي، ما في اختيار مثالي، انا بدي ارفع اكبر قدر ممكن. وكثير مهم تسألوا عن التخصص، التخصص بقلب الفرع. انا اذا فتت والله اذا فتت انا اقتصاد، انت بتعرف شو في افرع الاقتصاد؟ بتعرف انه الاقتصاد له 5 افرع؟ بتعرف انه في اداره اعمال؟ بتعرف انه في محاسبه؟ انت اذا فتت عماره، بتعرف انه في بالسنه الثالثه في 4 تخصصات للعماره، في هندسه مدن، في هندسه طرق، في ها. انا اذا فتت معلوماتيه، بتعرف انه فيك تروح في شيء اسمه هاردوير، في شيء اسمه سوفتوير. ففي شيء انت بيهمني انا اعرف تخصصات. كتير مهم السؤال اللي انا بطرحه لاي طالب، انت بعد 10 سنين شو بدك تصير؟ طيب شو الفرع اللي ممكن يوصلك؟ الفرع يا جماعه الخير او الجامعه هي بدايه الطريق وليست الطريق، هي ما للنهايه، هي مجرد البدايه. فكتير ناس بتفكر انا فتت على الجامعه انتهى، تمام، او راحت علي، او 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 مثل ما بيقولوا انتهى حلمي. لا، وكثير طلاب بيدرسوا بعد الجامعه بيخلصوا، بعد ما يخلص بيروح. كثير بدي اعرف انه انا المهن بالعالم تنقسم الى قسمين، مهن اكاديميه ومهن تنفيذيه. المهن الاكاديميه هي اللي فيها علم كثير ودائما بدها تعلم جديد، المهن التنفيذيه هي اللي بدها شغل على ارض الواقع، اللي بدها شيء موجود وشيء فعملي. هذا شيء وهذا شيء، هاد شخصيته هيك وهاد شخصيته هيك. برجع بقول الغريب انه نحن عندنا فكره مسبقه عن الفرع بنلبسها عليه للفرع وخلص بناخذها. دائما لازم اتعلم عن الفرع، حاول شوفه، حاول اعمل محاكاة قدر الامكان. ما في فرع سيء ان شاء الله. معهد انا دائما بيجيني شباب بيكون في معهد مثل بيقولوا الناس مو شايفته وما له طعمه، تلاقي هذا الشاب ناجح ماليا ويا سلام ويا عيني، وكم وكم من الدكاترة والمهندسين اسف يا جماعة مو ملاقين ياكلوا، مكانته الاجتماعية ليست جيدة. ما تفكروا اذا فات طب معناته ختمة، ما تفكروا. كثير نحن من طلاب مثلا هلا دائما انا بدي افوتوا تحضيريه، بسالهم بقول لهم انتم بتعرفوا انه اخر السنه في 10% من اللي حتفوتوا تحضيريه ما حيطلع لكم شيء وحتعيدوا السنه؟ انتم مستوعبين؟ انتم قبل ما تاخذوا هذا الخيار اخذين هذا الخطر؟ فهمانين؟ حاسبينه صح؟ للاسف نحن بنكون ما عندنا فكره، فايتين. واهم شغله، اكثر شغله يعني شهيره اللي تفضلتي فيها، انه بيكون خالي محامي وعمي محامي وابي محامي، يصير انا محامي. كثير مهم استاذ سليم، خلينا انه هيك بس ننوه عليه لكل الطلاب اليوم انه لكل فرع في ايجابيات في سلبيات بالمقابل، وكثير طلاب سجلوا بافرع وضلوا فيه سنه وسنتين وبعدين غيروا مسارهم. طيب هون الميل المهني لهذا الطالب كيف ممكن، او شو هي الاشياء اللي بتساعده لحتى يختصر سنوات تعب، يختصر سنوات من التغيير الافرع، يكتشف ميله المهني وين بالضبط؟ اليوم كل ما تعب اكثر على حاله، تمام، اكتشف حاله. طبعا في 4 استبيانات شهيره، او هلا استبيانات شهيره جدا جدا جدا، في استبيان نحن بنشتغل عليه هو استبيان هولند، استبيان ميول مهني. انا اليوم ان شاء الله حنزل لكل الطلاب، كله هذا موجود بالمعرض، موجود بالمعرض وموجود حتى على النت وموجود بكل الفعاليات، ومشكور جدا كثير جمعيات وكثير فرق عم تساوي هذا الموضوع، تمام. احنا بنساوي استبيان اسمه استبيان ميول مهني، فانت بتعرف ميولك المهنيه وين. طبعا في كثير استبيانات علمية وعالمية، ما عم نحكي عن استبيانات فيسبوك يا جماعة تبع احذر مهنة المستقبل تبعك، هذا كلام مرفوض. الفكرة الأساسية انه روح لاستبيان عالمي، استبيان معروف، استبيان مشهور، تعرف ميولك. اثنين، الشغلة اللي كتير مهمة انك تعيش الفرع. افضل طريقة اذا طالع لك صيدلة تنزلي على الصيدلية وتشوفي شلون بيعيشوا الصيدلة.
افضل طريقه اذا طالع لي محاماه روح على مكتب محامي وشوفه شلون. وهذا الشيء اللي عم تعملوه حاليا من خلال هي الورشات. نحن بنعمل شيء مصغر، بنعمل مكيف. بس قبل ما نختم استاذ سليم سريعا، وين كانت الاماكن مشان للي هلا انضم ليتابعنا؟ الاماكن ان شاء الله يوم السبت حنكون بمكتب عنبر تمام من 10 للأربعة بالشام القديمه، ان شاء الله يوم الاحد حنكون بالتميز على كورنيش الميدان من 2 للـ6، وحنكون 3، 4، 5 بفندق الشرق بساحه الحجاز، وان شاء الله السبت اللي بعده حنكون بجمعيه المبره بالمزه، وباذن الله حيكون في يعني معارض ثانيه، في معرض كبير عم نجهز له بمدينه معارض القديمه اللي نحجز الرئيس، هذا معرض كبير ان شاء الله يعني عم نرتب لنعرف تاريخه بالضبط ان شاء الله. المهم انه يعني بالنهايه الشيء اللي عم تعملوه كثير ضروري وطبعا مجاني، وطبعا بنرحب بكل الطلاب يعني أكيد. هي شغله اساسيه، والحمد لله هي ثامن سنه بفضل الله عز وجل. عن جد بتشكر كل المتطوعين وبتشكر كل يعني كل فريق العمل وكل المنظمين أكيد. والجهات اللي عم تشاركنا. شكرا كثير لك استاذ ولكل يعني عم يشتغلوا معك. شكرا لكم. حوجه بس ثاني اخر شيء حقول للطلاب كلهم، اخر شيء شو ما طلع لك تمام انبسط، حبه تمام، توكل على الله هذا نصيبك، ارضى فيه، احب ما يكون لتكون ما تحب اكيد، وتوكل على الله باذن الله الله بييسر لك امورك. شكرا كثير لك استاذ سليم اليوم، واكيد نتمنى لكل الطلاب التوفيق والحظ الوافر.